مثل ما تعودنا كل نهار أربعة من كل أسبوع أو كل نهار ثلاثة عم بيكون عندنا لقاء حتى نحكي عن مواضيع بتهم كثير من متطلبين الجراحة والطب التجميلي أكينو رجال أو سيدات على حد سواء. اليوم موضوعنا هو يمكن كثير مهم، كثير من العالم حكيوا عنه، كثير من العالم لجأوا لإله، لكن لازم ينعمل بطرق وقائية حتى نحافظ على نتيجة تكون مثلى ومرضية عند كثير من السيدات. اليوم موضوعنا هو نقل الدهون من مكان لمكان آخر بنفس الجسم. البعض بيعتقد انه بنقدر نحقن نستأصل دهون من جسم سيدة ونحقنه عن سيدة اخرى، هيدا الشيء غير واقعي وغير طبي. يلي بنقدر نعمله هو عند بعض السيدات هو اللجوء الى نحت الجسم من خلال شفط الدهون، اكين بالليزر العادي اما بالليزر 4D. بنقدر ندوب الدهون ونستأصلها، لكن اذا كنا منرغب بإعادة حقنا بجسم الانسان لازم نحافظ على الخلايا الدهنية واستئصالهم يكونوا alive، يكونوا حيين من دون ما يكونوا مدوبين وبالليزر، وهيك بنقدر نتوصل لاستئصال الدهون يمكن من البطن، من منطقة المعدة، من منطقة الأرداف، من منطقة الفخاد، أو من منطقة الركب من الداخل. وهون نرجع منحقنهم بأماكن معينة. البعض بحبوا يكبروا الأرداف، البعض بحبوا يحقنون بأماكن الحميمة، البعض بحبوا يحقنون بالوجه. أنا ما كتير بحب أحقن دهن بالوجه، لأنه مع الوقت نحنه بيصير ينزل الدهون بالوجه وتؤدي إلى هبوط وإعطاء الوجه عمر أكثر مما هو عليه. اليوم عند أي سيدة في عندها يمكن تراكمات دهنية وعندها سمنة وبدانة أو عدم انتظام بالشكل الخارجي تبع الجسم، أي سيدة بتحلم إنه يكون جسمها متناسق، يكون جسمها يمكن ممشوق، يكون عندها الخصر، يكون عندها الأرداف، يكون ومثل ما سمعنا كتير مؤخرا بجسم كيم كارداشيان، بعض السيدات صار عندهم هوس الكارداشيان، يعني صار بدهم جسم الساعة الرملية يلي يمكن من زمان ما كنا نفكر فيه، لكن أصبحت اليوم ظاهرة مع كيم كارداشيان وصاروا كتير عم بيفتشوا وعم يبحثوا عن شكل هالجسم. منلاقي إنه الأمور بعض الأوقات بتكون بسيطة أكتر ما منبقى متوهمين نحنا، وعم نقول نحنا هالمشكلة إنه كتير معقدة، لكن وقت ما نتطلع على الأمور ومنعملها منلاقيها جدا سهلة. بيكتفي إنه نحنا نلجأ إلى نحت الجسم، إلى إظهار الخصر بشكل حلو، إلى إزالة الدهون المتراكمة أكين بالمعدة أو أسفل البطن أو بالأفخاذ، وترتيبها استئصال وإزالة الدم والزيوت من الدهون، استئصال الخلية الجذعية، حقن الدهون، ومن بعدها منحقن الخلية الجذعية أكين بمنطقة الأرداف أو بالوجه أو بأي أماكن أخرى لترميم البشرة وإعادة إحياء وتجديد غالبا خلايا البشرة. اليوم يلي بنلجأ لإله هو يمكن نحت جسم ستيفاني. مثل ما عم نشوف يمكن في عندها البطن، إذا بنبرم هيك شوي نلاقي في عندها دهون على البطن كله هيدا، وإذا برمنا منلاقي في عنا على إيدك شوي منلاقي في عنا الدهون المتراكمة على منطقة الأرداف يلي منشوفها بهيدا
البروفايل بنلاقي ما بقى الشيب تبع المؤخرة ما بقى مبين. للحصول على شكل أجمل للمؤخرة نلجأ إلى نحت الجسم وإلى إزالة هول الدهون اللي بيكونوا على منطقة الخصر، وبالتالي بيصير عنا شكل أجمل للمؤخرة على الإيد. مجرد ما نشوف الشكل هيك اوريدي بينت المؤخرة، صارت مبينة بشكل أكبر. أما بعض الناس بحبوا المؤخرة تكون أكبر، كرميل هيك هون بيكون استئصال الدهون، أكيد ينعمل لها علاج وإعادة حقنا بالمؤخرة بشكل إنه تبين أجمل. منكون مش بس نحتنا الجسم، منكون نحتنا الجسم وكبرنا المؤخرة بشكل يتلائم مع متطلبات السيدة. مثل ما عرفنا البعض بيكونوا بيحبوا جسم كيم كارداشيان، يمكن نلجأ إلى استئصال الدهون، وببعض الأوقات نلجأ إلى استئصال الضلع يلي موجود هون يلي ما إله عازي، في عنا ضلعين بكلميل منشيلون، وبالتالي بيصير عنا خصر كتير رفيع بوسط الجسم، يعني بينقسم الجسم لقسمين، قسم الصدر وقسم المؤخرة، وبالنص بيكون في عنا هالخصر الكتير رفيع. كل هالأمور بتلعب دور كتير مهم. هلأ البعض بيحبوا هيدا الشكل من هون، أما البعض الآخر يلي عندهم جسم رفيع بفضلوا الجسم الأوروبي، يعني بفضلوا هيدا يكون فايت لجوا. كرمال هيك عند إجراء نحت الجسم بنلجأ لاستئصاله، وبالتالي بيصير عنا الشكل أضعف مما هو عليه عند ستيفاني. منكون حصلنا على جسم ممشوق المؤخرة، ومنقدر نشيل المنطقة اللي هي باللاترال تاي عند الفخذ من ميل البر. يعني أي سيدة اليوم فينا بنص ساعة من الوقت نزيل الدهون الموجودين بالبطن، نزيل الدهون الموجودين على الخصر، نزيل الدهون اللي موجودين هون عند بعض الناس اللي بيحبوا انه يشيلون، لكن كتير من الناس بيحبوا يخلون على ستيل الساعة الرملية. وهيك من بعد ما نشيل الدهون اكين من هون اوريدي بيصير الجسم اجمل. وبعض الناس لانه بيحبوا انه الارداف يكونوا كبار او المؤخرة تكون اكبر، بنلجأ الى حقن الدهون بشكل سليم، وهون بيصير الجسم فعلا منحوط بطريقة انه الكل تقريبا بيحلموا بهيك جسم. العملية بجراحة التجميلية هي جدا بسيطة اذا ما انعملت بشكل كتير متقن وعند اخصائي يكون عنده مهنية عالية. جراح التجميل يمكن يقدر يعطينا افكار، يقدر نتشاور نحن وياه شو أفضل شيء للجسم، لأنه أنا بقول مش كل إنسان بيلبق له أنه يبقى عنده هود الدهنيات من هون، لأنه عند البنت النحيفة أو اللي بتكون موديل يلي بتعرض أزياء من المفضل أنه يكون جسمها كله معمول بشكل قياس 36 يلي هو بيتلائم مع اللبس يلي منلبسه بعرض الأزياء. ما لازم يكون الصدر كبير، لازم يكون الخصر منحود، لازم المؤخرة تكون قياس معين، ما تكون كبيرة ولا تكون أبدا بلا مؤخرة، يعني بتكون وسط. ما لازم يكون عنا الأطراف تبع الفخذ من الخارج، وأكيد ما يكون في عنا الدهن يلي بيتراكم على الركب من الداخل. وهيك برجع بقول أنا الجسم لازم يكون متناسق مع بعضه، يعني أنا ما في يكبر المؤخرة إذا السيدة ما عندها صدر يتلائم مع شكل المؤخرة. وبالنهاية هي بتكون مثل المرر، نرجع منوقف مثل المرر، بقول أنا الصدر هو البروجكشن لقدام، أما المؤخرة هي البروجكشن لورا.
بقدر ما الصدر كبير بقدر ما بنقدر نكبر المؤخرة بغض النظر عن الخصر، بس لازم يكون في خصر. هيدا اللي بيعطي جمال وأنوثة المرأة، وقت ما بيكون في عنا هيدا الخصر المنحوت. بلاقي هيدا القصر المنحوت اللي هو بيعطي جمال جسم المرأة. هيدا كل سيدة تحلم أن يكون جسمها هيك. نقل الدهون هي طريقة جدا سليمة. البعض يمكن صار عنده مشاكل، أما البعض الآخر يلي اتبعوا طرق وتقنيات حديثة ما صار في عندهم ولا أي مشكلة. بتمنى منكم بعد مشاهدة هالفيديو عملوا شير على الرابط واسألوا أسئلتكم لحتى أقدر جاوبكم عليهم بشكل دقيق، لحتى يصير عندكم فكرة أكثر عن نحة الجسم ونقل الدهون إذا ما دعت الحاجة عند كتير من الناس اللي بيحبوا أنه يلجأوا إلى نقل الدهون.